ما موجود عنده تصديق أن تصدق نفسه بمطابقة هذا الأمر للواقع أو بعدم مطابقة هذا الأمر للواقع. هذا صار واضح الفرق بين التصور والتصديق. الآن أكو عندنا فرق تقسيم آخر للجهل وهو خصوص في الواقع، الجهل التصديقي. يعني كأنه الآن شجرة الجهل نريد نقسمها لقسمين، نكتب فوق الجهل بعدين نقول الجهل الجرخاط، نقول الجهل التصوري وهو ما يقابل العلم التصوري، لأنه الجهل شيء يقابل العلم. بعدين نكتب شنو بالشجرة الثانية، بالخط الثاني نكتب الجهل التصديقي. الجهل التصديقي نجر منه خطين، نقسم نقول الجهل التصديقي ينقسم إلى جهل بسيط وجهل مركب. شنو معنى الجهل البسيط وشنو معنى الجهل المركب؟ الجهل البسيط هو هذا الحال اللي موجودة عند الناس عادة، إنه فرد واحد ما يعرف شيء، يقول لا بل تعرف تسوي الأمر الفلاني أو تعرف القضية الفلانية، تعرف النبات الفلاني مثلا سفرجل مثلا، أو تعرف مثلا ترب فرد نبات من النباتات، يقول لك لا ما أعرف هذا النبات، أو حيوان من الحيوانات تعرف الديناصور تعرف الكركدة، يقول لك ما أعرف هذا الحيوان. هذا شنو معناه؟ معناها جاهل بصورته، جاهل به، غير عالم به، لا يعرفه، وهو ملتفت إلى أنه جاهل به. يعني هو هم جاهل به، هم ما يعرفه، هم ما يدري به، هو يدرب نفسه، يدرب نفسه أنه هو جاهل، يدرب نفسه أنه ذهنه ما به صورة لهذا الشيء. هذا نسميه جهل بسيط. ليش سمينا جهل بسيط؟ لأنه راح يجينا فرد نوع ثاني من الجهل التصديقي، وهو الجهل المزدوج، الجهل المركب، الجهل المعقد للصحة التعبير. الجهل الثاني اللي هو الجهل المركب هو أن يجهل الإنسان الشيء، ولكن هذا الجهل ليس جهلا واحدا، وإنما هو عبارة عن جهلين منضمين بعضهما إلى البعض الآخر. يعني هو الجهل الأول اللي عنده جهل بالصورة، الجهل الثاني اللي عنده جهل في أن جاهل للموضوع. من قبيل شنو؟ من قبيل تجي الفرد واحد تقول له مثلا تعرف الأمر الفلاني؟ يقول لك إيه أعرف الأمر الفلاني. تقول له متأكد؟ يقول لك إيه متأكد. هو هذا هم جاهل بالأمر، هو عنده اعتقاد في نفسه أنه يعرف الأمر الفلاني، يا بتعرف الفقه مثلا، تعرف الأحكام الشرعية مثل ما هو موجود. كثيرين يتصورون أنهم متفقهين، لكن في الواقع يمكن هو لا يعرف شيء من الأحكام الشرعية إلا النظر اليسير. يقول لك تعرف الأحكام الشرعية؟ يقول لك أنا مستعد مثلا أدرس حتى شرايع، أو بعضهم شيء بالشيء يذكر أحدهم كان يقول لي هو أنا أدري ما دارس اللمعة، يقول لي أنا متمكن الآن من تدريس اللمعة مثلا. فهذا في الواقع مصيبته شنو؟ مصيبته أنه جاهل، وإضافة إلى ذلك جاهل في أنه جاهل. إذن جهل هذا مزدوج، جهل هذا معقد، جهل هذا مركب من جهلين. الجهل الأول هو عدم وجود صورة الشيء في ذهنه، الجهل الثاني هو عدم انتباهه وعدم التفاته إلى أن صورة هذا الشيء غير موجودة في ذهنه، جهله بإنعدام وجود صورة هذا الشيء في ذهنه. ولذلك هذا الجهل هو من أخطر أنواع الجهل، وهو سبب كثير من البلاءات والمشاكل في حياة الإنسان. هذا الجهل المركب والجهل المزدوج والجهل المعقد. الآن هذا صار واضح موضوع الجهل. قلنا الجهل يقابل العلم ممن له استعداد للعلم، يعني العلم معناه حضور صورة الشيء عند العقل، الجهل معناه انعدام صورة الشيء في العقل. الجهل قسمناه إلى جهل تصوري يقابل العلم التصوري، وجهل تصديقي يقابل العلم التصديقي. الجهل التصديقي قسمناه إلى جهل بسيط وهو جهل الإنسان والتفات الإنسان إلى أنه جاهل ولا يعرف شيء، وجهل تصديقي مركب أو معقد أو مزدوج وهو جهل الإنسان بالشيء وعدم التفات الإنسان إلى أنه جاهل بهذا الشيء. فهذا الجهل في الواقع يترتب من جهلين وليس من جهل واحد، وهذا هو أخطر أنواع الجهل. لا أكفرد إشكال يثار. الإشكال الذي يثار هو أن هذا الجهل المركب أليس من العلم؟ شلون من العلم؟ هذا المشكل هكذا يقول، قل أنتم قلتم أن
العلم في الواقع والتصديق هو حالة الإدعان وحالة الجزم وحالة الاعتقاد. معناه هذا الجاهل جهل مركب، هذا مو موجود عند جهل.